السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليكوك، معكم مريم بركات. وأخيرا حلقة الفوندو أو شوكولا تحت طلب يعني مشتركتين في القناة، وآسفة أني تأخرت يعني كالعادة في تلبية الطلب. وهو الفوندو أو شوكولا، هي كيكة يعني بالشوكولاتة، تكون هكذا الشوكولاتة دائبة، لا يخلط يعني مع المولتن شوكولات كيك أو شوكولات لافا كيك، هي المويلو أو شوكولا، يعني يختلف قليلا عن الفوندو، فقط يعني في المقادير. وهذا هو شكله، لذيذ وشهي جدا، وحلقة غير عادية لأنها بتعاون مع شهيوات جميلة، وهي إحدى القنوات يعني أقدم القنوات في حقيقة على اليوتيوب، قنوات جد جد مميزة يعني، بها وصفات تقدم يعني بشكل محترف من طرف الأخت جميلة، يعني في حقيقة أسرني التعامل معها، يعني إنسانة بأخلاق عالية جدا. وهذه هي قناتها، وصفات متعددة يعني متنوعة. لا تنسوا يعني أن تشتركوا في القناة وأن تضغطوا على لايك وأن تشاهدوا الفيديوهات. سوف تقدم لكم تشيز كيك بدون بيض، وكذلك يعني بدون جيلاتين، به كريمة الجبن، أيضا يعني طبقة من كريمة جوز الهند، أيضا بالشوكولاتة، يعني تشيز كيك غني جدا يعني، ويغري بالتجربة، منظره يعني شهي جدا. وبالعودة يعني إلى الفوندو أو شوكولا، سوف نحتاج في المقادير، سوف نحتاج إلى الشوكولاتة، 150 غرام من الشوكولاتة السوداء، إما الشوكولاتة الحقيقية التي تحتوي على زبدة الكاكاو أو بديل الشوكولاتة لا مشكلة. زبدة 150 غرام، زبدة يعني حيوانية وليس المارغرين. 3 بيضات، سكر ناعم أو لو سكر غلاس 100 غرام، و50 غرام من الدقيق. أول شيء سوف أضع الشوكولاتة مع الزبدة إما في حمام مريم أو أذيبها يعني في الميكرويف أو الميكرووند. بعد ذلك سوف أنخل السكر الناعم مع الدقيق حتى أتخلص من أي حبيبات، أنخله جيدا. بعد ذلك سوف أضيف البيض، يعني بيضة ببيضة، ضيف البيضة الأولى، أخلط جيدا، ثم البيضة الثانية يعني حتى لا تتكون عندي يعني أي كتل. فهو سريع يعني التحضير، يأخذ يعني دقائق معدودة. هنا أضيف البيضة الثالثة وأحرك جيدا. بعد ذلك تلاحظون هنا الزبدة مع الشوكولاتة بعد أن أذبتها، لن أصبها يعني وهي ساخنة، سوف أتركها قليلا حتى يعني تصبح دافئة. بعد ذلك سوف أصبها فوق خليط الدقيق مع السكر مع البيض وأحرك جيدا. هنا في هذه المرحلة سوف يعني أقوم بوضع يعني الفرن يعني حتى يسخن بشكل جيد، يعني 180 درجة. بعد ذلك سوف أستخدم أنا هذه الأكواب يعني من السيليكون، على حسب نوعية السيليكون ربما تحتاجون إلى دهنه بالزبدة أو لا. بعد ذلك رشوه يعني بالكاكاو المر، افضل من الدقيق، والدقيق يعطي اللون الابيض يعني للكيك في الجوانب، لذلك من الافضل ان ترشوه بالكاكاو المر. استخدموا ايضا يعني القوالب الزجاجيه التي تدخل يعني للفرن لتتحمل درجه حراره عاليه. بعد ذلك املأ الاكواب هكذا الى الثلثين فقط لانه هو يرتفع الكيك. هذا هو شكلها. هناك من يضيف ايضا يعني الخميره الكيميائيه، هي تعطي يعني قوام مرتفع ايضا يعني اكثر للكيك. هذه هي القوالب من الفخار، هي صالحه يعني تدخل، اظن انه زجاج ليس فخار، ويدخل الى الفرن، يتحمل يعني حراره الفرن، تسمى دي غامكان. ادهنها بالزبده وارشها ايضا يعني بالكاكاو المر واصب فيها الخليط. وحقها هذا الغامكان او هذا القطع الاناء الصغير يعني يعطي مظهر افضل يعني من الاكواب، واصب هكذا يعني الثلثين وادخله للفرن. هو الوقت ما بين يعني 8 دقائق الى يعني 13 دقيقه على حسب يعني الشكل الذي تفضلونه يعني للفوندون. اشعل الفرن من اسفل واعلى على 180 درجه. هنا سوف أريكم، حاولوا أن تخرجوا يعني قطعة بواحدة تلو الأخرى حتى يعني تتأكدوا يعني من الدرجة التي تريدونها يعني للشوكولاتة. هنا سوف تلاحظون سوف تكون الشوكولاتة يعني سائحة بشكل كبير، هنا تقريبا 8 دقائق
أردتموها يعني متماسكة أكثر، تتركوها يعني دقيقة أكثر في الفرن، تلاحظون يعني الشوكولاتة تكون مذابة بشكل أكبر. هناك من يفضلها يعني متماسكة أكثر، أنا أفضلها يعني مطهوة بشكل كامل، لذلك سوف أزيل يعني الأربعة وأترك واحدة. أنا أطهوها تقريبا يعني 10 دقائق إلى 13 دقيقة، تصبح يعني متماسكة بشكل كبير. سوف أريكم يعني شكلها. هنا زينتها بالسكر الناعم أو لسكر غلاس، وزينتها هكذا بحبة من الفرومبواز أو التوت العلق، وكذلك النعناع، يعطي يعني منظر رائع. هذه هي القطعة التي طهوتها يعني 13 دقيقة، تلاحظون يعني تتماسك يعني الشوكولاتة، وهذا كل شيء. بالنسبة للفرن الغازي تقوم بالإشعال فقط يعني أسفل النار، تكون أسفل يعني الصينية، وهذا كل شيء. هذه الأولى يعني طهيت 8 دقائق، الأربعة الأخرى طهيت يعني 9 إلى 10 دقائق، والأخيرة طهيت يعني 13 دقيقة. يعني أطهوها على حسب يعني ما تحبون يعني في النوعية من الكيك. أشكر متابعتكم، لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة www.clickcook.com، لا تنسوا أن تضغطوا على زر لايك. أشكر متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.